الغرية الرابعة جاما الاكس يساوي 2 تكامل اسمها ناقص تي سكوير في تي ناقص 2 اكس زائد ناقص 1 دي تي. انا لو اقارن بين دالة جاما الاصلية راح نلاحظ انه انا عندي اسمها تي سكوير لابد من تحويلها الى متغير خالص، راح افرض ان تي سكوير يساوي يو، نشتق الطرفين 2 تي دي تي يساوي دي يو. من افرض لازم اختبر حدود التكامل، شيء ضروري خاف انها تتغير او تتاثر بالفرضيه مالتي. نشوف ان تي يساوي صفر، دي يساوي صفر، تي يساوي انفينيتي، دي يساوي انفينيتي، اذا ما تاثرت حدود التكامل. نجي نعوض التكامل الأصلي، 2 تكامل إكسبونشال ناقص تي سكوير يصير يو، وتي يصير يو نصف، ودي تي عبارة عن نصف في يو ناقص نصف دي يو، ونبسطها راح تطلع لنا صيغة مكملة صيغة جاما. النظرية الخامسة، تكامل صفر إلى باي أوفر 2 ساين إلى 60 إكس ناقص 1 ثيتا كوساين إلى 60 واي ناقص 1 ثيتا دي ثيتا سوي جاما إكس جاما واي على 2 جاما إكس زائد واي. بدون إثبات النظرية. نظرية 6 جاما نصف يساوي جذر واي، راح أستخدم النظرية الخامسة في إثبات النظرية السادسة وأفرض الإكس والواي يساوي نصف. نعوض الطرفين راح يطلع لنا جاما نصف يساوي جذر واي. النظرية السابعة جاما اكس يساوي عفوا جاما اكس في جاما واحد ناقص اكس يساوي باي على ساين باي اكس، والاكس هنا صورة من صفر وواحد.